السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك الفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم 16 او 17 طريقة لحل مشكلة ارتفاع درجة حرارة الايفون اثناء الشحن. لما تحطه في الشحن اوكي هاتفك تتفاجأ بعد دقيقتين او ثلاثة او خمسة تتفاجأ ان الايفون يسخن اوكي، ويعني اثناء الاستخدام. راح نحل هذا المشكلة ب 16 او 17 طريقة، فنروح للشر فيلا. اوكي، السبب الاول هو انك تشحن الايفون بشاحن غير شاحن الابل الاصلي. طبعا هذا هو سبب ارتفاع درجة الحرارة. يعني انصحك انك تستخدم شاحن ابل الاصلي او علامة شاحن بعلامة تجارية عالية. اوكي، طبعا كيف تعرف الشاحن الخاص بك أصلية أو علامة تجارية أصلية أو علامة تجارية عالية؟ ادخل الديسكريبشن، هناك الشرح طريقة معرفة شاحنك الأصلي أو مقلد. فهذا هو سبب يسبب في تسخين هاتفك أثناء الشحن. أوكي، نروح للطريقة الثانية أو الحل أو السبب الثاني فيلا. أوكي، السبب الثاني هو أنك تستخدم الايفون تشحنه بشاحن لاسلكي. طبعا الشحن اللاسلكي يسخن اكثر من شحن السلكي لان اثناء الاستخدام. طبعا ليش؟ لان بعض اكثر الشواحن اللاسلكيه ما في تهويه او تبريد. اذا تريد يعني تستخدم شاحن لاسلكي يعني اشتري ذات جودة عالية فيها تهوية أو فيها أداء التبريد. أوكي، هذا هو الطريقة الثانية أو السبب الثاني يسبب في ارتفاع درجة حرارة الآيفون أثناء الشحن. أوكي، نروح للطريقة الثالثة. أوكي، السبب الثالث هو أنك تستخدم الهاتف أثناء الشحن. أوكي، فمثل ممارسة الألعاب والتصوير وغيره. طبعا ليش يسبب هذا في تسخين الآيفون أثناء الشحن؟ لأن تستخدم طاقة أكبر، بالتالي لما تستخدم الآيفون راح يسخن الآيفون أثناء اللعب وغيره. أفضل شيء أنك ما لما تحط الهاتف أو الآيفون في الشحن أنك ما تستخدم الآيفون لين ما يشحن. هذا هو الحل أو السبب الثالث. نروح للطريقة أو السبب الثالث الرابع فيلا. أوكي، السبب رقم أربعة لتسخين الهاتف أثناء الشحن هو سوء التهوية. إذا كان في حافظ أو كفر، هذا الكفر اخرجها، ازل من الآيفون، لأن هذا الكفر راح يسدد الفتحات أو راح يغلق فتحات الآيفون ويمنع تهوية الآيفون والتبريد. طبعا هذا الكفر راح يسكر الفتحات اللي في الآيفون للتهوية والتبريد. أحسن شيء إنك تزيل أو تنزع الكفر أثناء الشحن. هذا هو سبب رقم أربعة لحل مشكلة ارتفاع درجة حرارة أثناء الشحن. أوكي، نروح رقم خمسة وحل المشكلة فيلا. أوكي، السبب رقم ستة هو ارتفاع درجة الآيفون أثناء الشحن هو تلف في البطارية. طبعا أفضل شيء لو في طلف، يعني شفت انك ما يصلح وكل يوم لما تشحنه يسخن اثناء استخدام الايفون، افضل شيء انك تاخذ الايفون لاقرب متجر او محل ايفون، يعني شركة ابل او محل يعني متخصص في منتجات ابل، وهناك يعني يقدر يفيدك انك اذا كان في تلف في البطارية ويستبدلونه. وبس، هذا هو رقم ستة. نروح للطريقة او السبب وحل رقم سبعة فيلا. اوكي، السبب رقم سبعة
لتسخين الهاتف أثناء الشحن هو تحديث البرنامج. لما تروح تقول تحديث البرنامج تروح للعدادات تنزل لتحت عام، أنت قد يعني تحديث البرنامج حدثت الآيفون إلى آخر إصدار، أوكي؟ يمكن يكون سبب هذا التحديث اللي حدثته فيها مشاكل من شركة أبل، فأفضل شيء أنك تنتظر التحديث القادم وحدث الآيفون. لما تحدث الآيفون راح يحل مشكلة تسخين الآيفون أثناء الاستخدام أثناء الشحن. هذا هو الطريقة أنك تحدث الآيفون لآخر تحديث لحل مشكلة تسخين الآيفون، وبس هذا هو الحل أو السبب رقم 7. نروح للسبب رقم 8. أوكي، رقم 8 لتسخين الآيفون أثناء الشحن هو البرامج اللي بيها أخطاء. لما تحمل لعبة أو برنامج أو تطبيق من أب ستور فيمكن يكون هذا البرنامج فيه خطأ برمجية، ف بيسبب يعني هذا البرنامج يسبب في استخدام طاقة أكثر من معتاد. أفضل شيء أنك تحذف التطبيق أو إذا كان في التطبيق فيه تحديث من أبل ستور تحدثه، وإذا كان التطبيق مش مهم احذفه حتى تحل مشكلة تسخين الآيفون أثناء الاستخدام في الشحن. وبس هذا هو الطريقة أو السبب رقم 8. نروح للطريقة أو السبب رقم 9. فيلا أوكي، الحل رقم 10 إذا شفت الآيفون صار ساخن جدا أثناء الاستخدام، فأفضل شيء أنك تفصل الشحن من الآيفون لين ما يبرد، بعد ما يبرد تحطه في الشحن. هذا هو الحل رقم 10. نروح للحل رقم 11. فيلا طريقة أو سبب الحل رقم 11 لحل مشكلة تسخين الآيفون أثناء الشحن هو إيقاف تشغيل تحديث التطبيقات في الخلفية. كيف تفعل هذا الخيار أو تعطله؟ هذا الخيار إذا فعلتها راح يرتفع أنشطة سي بي يو، وبالتالي يسخن الهاتف أثناء الشحن. كيف تعطل هذا الخيار؟ تروح للعدادات، بعد ما تروح للعدادات تروح لعام، بعد ما تروح لحام هنا بتحصل تحديث التطبيقات في الخلية، اضغط على هذا الخيار هنا بتحصل الخيار مفعل الواي فاي أو بيانات الهاتف. كل ما عليك انك توقف على متوقف، تحط على إشارة الصح على متوقف، خلاص بهذا الطريقة راح يوقف التحديثات في الخلفية وبالتالي الهاتف تشحنه وما بيسخن. هذا هو الطريقة رقم 11. نروح للطريقة أو الحل رقم 12. فيلا أوكي، الطريقة رقم 12 لحل مشكلة تسخين الآيفون أثناء الشحن واستخدامه هو أنك تفعل وضع الطائرة. كيف تفعل وضع الطائرة؟ تفتح اللوحة التحكم هني بتحصل هذا الخيار ناس ما شوفوا، راح تفعله راح يكون لما تفعله راح يكون باللون الأصفر. هذا الخيار لما تفعله راح يعطل جميع الاتصالات من اتصال الواي فاي والبلوتوث والتطبيقات وكل شيء راح يعطله، وبهذا الطريقة راح تشحن الآيفون ببطء. أوكي، يعني راح يشحن الآيفون بسرعة وبدون ما يسخن. أوكي، تقدر تمنتج، تقدر تستخدم برامج مونتاج وبدون أثناء الشحن وبدون ما يسخن الآيفون، وأيضا يشحن بسرعة وبدون تسخين. وبس هذا هو الطريقة رقم 14. أوكي، نروح طبعا لا بعد ما يشحن الآيفون راح تفعل هذا الخيار ويرجع الإعدادات الاتصال بالواي فاي والبلوتوث كل شيء إلى وضع الطبيعي. فبس هذا هو الطريقة رقم 12. نروح للطريقة رقم 13. اوكي، الطريقة رقم 13 طبعا في حال ان ما ضبط الطرق السابقة وصار هاتفك يسخن اثناء الشحن هو انك تسوي اعادة ضبط اعدادات. اوكي، اعادة ضبط جميع الاعدادات. كيف؟ الطريقة جدا سهل، تروح لاعدادات الايفون تضغط على عام تنزل تحت هنا بتحصل نقل واعادة تعيين، اضغط عليها. اوكي، اضغط على اعادة تعيين.
من هي بتحصل إعادة تعيين جميع الإعدادات. طبعا هذا الخيار ما يحذف أي بيانات، ولكن راح يسوي ضبط إعادة تعيين، أوكي؟ يعني راح يصلح أكثر المشاكل في الآيفون، مثل أن الهاتف يسخن أثناء استخدامه في الشاحن. وبس هذا هو طريقة رقم 13. نروح للطريقة رقم 14. أوكي، الحل رقم 17 هو تشغيل الإضاءة الأوتوماتيكي أو التلقائي. طبعا إذا كان السطوع الهاتف مرتفع جدا لما أنت تحطه في الشحن وتستخدمه، أكيد راح يسخن الآيفون. فأفضل شيء أنك تشغل الإضاءة الأوتوماتيكي. كيف؟ تروح للإعدادات، بعد ما تروح للإعدادات انزل اضغط على هذا الخيار تسهيلات الاستخدام. بعد ما تضغط على تسهيلات الاستخدام، هنا بتحصل شاشة الأرض وحجم النص، اضغط عليها، انزل تحت، هنا بتحصل إضاءة التلقائي. شوف شو مكتوب هنا: قد يؤثر إيقاف تشغيل الإضاءة التلقائية على عمر البطارية وأداء الشاشة على مدة طويلة. لازم تفعل هذا الخيار. هذا الخيار راح يعني يستخدم الذكاء الاصطناعي لما يكون في ضوء، فراح يخفف الإضاءة. فلما يكون في ضوء ليل راح يعلي الإضاءة، وبالتالي يحافظ على عمر البطارية، وأيضا راح يحافظ أن الهاتف لما تحطه في الشحن ما يسخن الهاتف. وبس هذا هو الطريقة رقم 14. نروح للطريقة التالية. أوكي، الطريقة رقم 14 أو ما أعرف 15 بالضبط. المهم استخدام هو استخدام وضع توفير الطاقة. كيف؟ الطريقة جدا سهل. تروح للإعدادات، تنزل لتحت، هنا بتحصل البطارية، اضغط على البطارية، فعل هذا الخيارين. أوكي، هذا الخيارين راح يوفر لك الطاقة. تشوفون راح يكون بالأصفر، وعادي إنك تشحنه وتستخدمه بدون ما يسخن. هذا هو الطريقة. وبس هذا هو يا شباب 15 أو 16 طريقة، ما أعرف كم طريقة شرحت. وبس هذا هو طرق أو حلول لارتفاع درجة حرارة الآيفون أثناء استخدامه وبس وهو في الشاحن. طبعا كيف طرحت لكم مجموعة أشياء، وبس تقدر تحل هذا المشكلة بعدة طرق. وإذا ما ضبط أنصحك أنك تنقل هذا الآيفون في محل أو شركة أبل حتى يحل. يمكن يكون في تلف في البطارية. إذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، وإذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. بس مع السلامة.